مشاهدينا في كل مكان تحية الوضع احترام، صباحكم خير وبركة، أهلا بكم في حلقة مباشرة من صباح الشروق، محطات وفقرات متعددة نتمنى أنه تنال رضاكم واستحسانكم. صباح نجدد فيه ولائنا وانتمائنا لوطننا السودان، رمز العشق ولون الانتماء، دعوة صباحية للتسامح والتصافي ولنبذ العنصرية والجهوية لنعيش بسلام ووئام. أهلا بكم في أولى مساحاتنا المباشرة عبر صباح الشروق، لحن البداية من ثم نعود نكمل فقراتنا الندية برفقتكم مشاهدينا. قلبي هب النار زيد لي الحب ما بجري وراه واتكبب مشيت انا في القتلة بتاعنا ما بجري مشيت انا في القتلة بتاعنا ما بجري نظرة يسحرنا نظرة يسحرنا نظرة يسحرنا نظرة يسحرنا ما بقول سلام مرحب ما بجري وراه قلبي هب النار زيد لي قلبي هب النار زيد لي ما بجري وراه جماله حيرنا بريد وعذبنا ما بجري جماله حيرنا بريد وعذبنا ما بجري مالكنا جننا مالكنا جننا مالكنا جننا مالكنا جننا لا حنا لا قرب ما بجري وراه قلبي هب النار زيد لي لهب قلبي هب النار زيد لي لهب ما بجري وراه توهنا جهجهنا ما بجري عيونه سايقنا عيونه سايقنا عيونه سايقنا عيونه سايقنا ضربا طويل وصعب ما بجري وراه قلبي هب النار زيد لي لهب قلبي هب النار زيد لي لهب ما بجري وراه الشوق توهنا تعبنا جهجهنا ما بجري الشوق تعبنا توهنا جهجهنا ما بجري عيونه سايقنا عيونه سايقنا عيونه سايقنا عيونه سايقنا ضربا طويل وصعب ما بجري ولا هو قلبي هب النار زيد لي لهب قلبي هب النار زيد لي لهب ما بجري ولا هو قلبي هب النار زيد لي لهب قلبي هب النار زيد لي لهب